أسألكم تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تفسيرها واضح ولله الحمد، وهو أن الإنسان لا ينظر إلى ما يفعله الناس من المنكرات فيقلدهم، بل عليه أن يلزم الطاعة والعمل الصالح والمعروف مع أنه يقوم بالنهي عن المنكر بحسب استطاعته، قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وليس معنى الآية ما يفهمه بعض الجهال أنه الإنسان يلزم العمل الصالح بنفسه ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ما علي إلا من نفسي، هذا غلط، وهذا تأويل للآية بغير معناه الصحيح، وقد استنكره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقال إنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعقاب من عنده. نعم.